رنا خلي كلش كما راهو، غلقي هذا الموضوع خلاص. وانت علاش راكي تقلقي في روحك؟ انا خايفه انت اللي راح تخسري كلش. معليش انا قابله. خويا ابراهيم ما تقلقش، ربي يفرج عليك. ربي يحفظك خويا. ابراهيم اويكون ارواح، عندك زياره. غير الخير، ياك زياره ممنوعه. شكون اللي جاني؟ درك تعرف. مرت خويا هذه حاجه تخصني انا، ولي للدار. قولي لي علاش راكي جايبه إليف معك؟ اللي راح نحضره اليوم يهمنا احنا في زوج. يقولوا راكو حابين تعرفوا بنتي، وانا راني جايه نحكي لكم على بنتي. على بالكم السر تاع بنتي؟ بنتي اجمل وارق واطهر طفله في الدنيا، تقعد حياتك قاع باش تشوفها. ولا هذيك الضحكه تخلي الشتا يولي ربيع. لو كان قاع الناس يسكتوا والدنيا هذي قاع تسكت، انا يكفيني تقول لي ماما مره وحده، على خاطر هذه بنتي هي كلش بالنسبه ليا. صح، وين راهي دوكا؟ بنتي في خيالي، في مناماتي برك. تما اللي هدرتيها قاع قاع كدب. وش بيك؟ جاب لي ربي أمنت. صح، والهدرة اللي هدرتيها قدام إليف؟ صح، أنا كنت حابة بزاف تكون عندي طفلة، بصح ما كتبش المكتوب، ومليح كي ما عنديش، ومليح كي تفارقنا. ما تستاهلش تكون أب. ما تقلقش روحك، دوك توالف. أنا تاني والفت، كل مرة نهترف بهاد الحكاية وهذا ما كان. وبالنسبة لك يا الطبيبة، من دوك بديت نتقلق على المرضى دياولك. بصح نوعدك في المستقبل كي تولي عندك عيادة نعلق لك عليها لوحة كبيرة مكتوب فيها ما تبيعيش، باش تتعلمي ما تعاوديش أسرار المرضى ديالك.
رنا وش درتي لداخل؟ انتي وش قلتي له؟ قلت له الهضرة اللي يستاهلها. رنا رنا وراكي رايحة. رنا أنا مرت الجنيرة القدرة كاراي، راني حابة نشوف مدير الحبس. تفضلي. عمي اسمح لي بزاف، ولا ما كنت حابة يصرا هكذا. بنتي ماشي انتي اللي غلطة، اللي غلط هو أنا. صح وش قالت؟ صح انت اللي خليتها. فهمني تعيش. شوف راهي جات رانا تشوفك، راهي تستنى فيك. روح دوك قولها بلي ما تقدروش تكملوا كيف كيف، وبلي انتوما لازم تحبسوا. ما نديرش هكذا، وواحد ما يقدر يفرقني على رانا. والموت؟ نموت وما نخليها. انا ما رانيش نهضر عليك، ولو كانت موت رانا ما تقدرش دير هكا. هادي تكون اختك، واذا خير تبقى اختي معاك ما نسحقهاش. يا تروح تحبس دوكا وخلاص، ولا يروح هذاك السيد اللي راح واقف لهيه هو اللي يقتلها. تعرفي يا بنتي، كنت حاب نحكي لك اللي صرا، بصح الله غالب ما قدرتش. هذا سر ولازم يبقى في قلبي حتى نموت، ويندفن معايا تحت التراب. رانا يا بنتي العزيزة، أنا درك راح نريح. هاد السر خبيته عوام وعوام، وما نقدرش نديه معايا للقبر. نتمنى حاجة، تولي انتي وابراهيم كيف كيف يلو كان بعد هاد العوام. الآخر نهار في حياتي نقعد ندعي لكم في ربي. على وجه ربي اسمحوا لي. خلاص يا وليدي، ما بقى عندي والو نحكيه. انتي ما تزعفيش بنتي، مادام رانا راهي زعفانه بزاف مني انا. انت حكيت لها كلش، بيعت وش كاين؟ شوفي انا مديت كلمه، وراح نقعد عند الكلمه ديالي حتى نموت. مليح، يما لا مدى بك تنسى كاع واش قالت لك رانا. اللي حكيته رانا، وبالك دير حكايه بنتكم طريق، وكلش ولا ماضي، ورانا نسات كاع الماضي وبدات حياه جديده. بالكو تزيدوا تقلقوا بهاد الحكايات، بالكو فهمتوا؟ وش حبيت تقول؟ بصح مدام رانا ما قالت والو. المدام راهي حاسبه رانا حكت لك شي حاجه. كيفاش حبيت تقول مدام رانا كذبت عليك؟ كاين طريقه واحده باش نعرفوا هذا الشيء. كانت عندهم وحده في الدار، وحده تخدم عندهم واسمها لطيفه، ورانا كانت دائما تحب تقعد معها، تحكي لها كاع الاسرار تاعها، واذا كان واحد على باله كون هي.
غدوة يوجد الفيديو وأنا نعلمك. يعطيك صحة وليدي. إليف؟ واش خلعتك واقيل؟ لا لا بصح كنت غايسة. كيفاش كي رايحة الإقامة؟ ماما أنا راني رايح لتما، على بالك داروا لنا وليمة في الجمعية ولازم نديرهم للإقامة الدعوة تاعهم. إذا حبيت أنا نديهم. لا لا كيفاش هادي؟ أنا اللي لحقك لتما، وفي هذا الوقت ما نقدرش نخليك تروحي وحدك. نقولك صح، صالة مليحة بزاف، بصح أنا كنت حابة نديرو خطبة في صالة شابة وكبيرة. مليح كي يكون صغير باش تكوني قريبة، مكان صغير يجي حلو خير. معليش عمري، دير لي يخرج عليك انتايا، المهم نديرو خطبة وما يصير حتى مشكل في هاد النهار. واش صار هذا الطوموبيل؟ زاد دارتها وحبست. وعلاش؟ ماشي عندك بزاف ملي سقمتها؟ ايه سقمتها بصح راهي حبست. واش راح نديرو دوكا؟ حبس يلا حبس حبس يو حبس يخا ماك حتى طاكسي تحبسنا خلاص راح نموت بالبرد. بصح انا قلت لك نروحو نركبو الكار. تما حبيت نتمن بدو قدام الناس نموت وما ركبش في البيس. ها طاكسي حبس حبس اي كاين كارا وجاي. أرواحي خلينا نركبو خير ما تمرضي. راني قلت لك ما نركبوش دوك نتمرمدو. اركبي سيها مركبي ما راناش بعاد. استغفر الله. قولوا زوج راك معايا ضياء. خلصوا زوج. قولوا يخلص زوج حبيبي.
إليف قبل ما ننسى هاكي الدعوة. ياك تجي تعشي معانا. ما لباليش. غير روحي راح يكون عشاء هايل، وانا راني درت لكم طوموبيل باش توصلكم. اه روحي راح يكون هايل. عمري واش قلت؟ والو، راني نقول الخطبة ديالنا راح تكون هايلة. قولي على كداش العشاء؟ راهو مكتوب تما. ايه خلاص نجي انا والبنات. خالتي اروحوا تريحوا في بلايسنا. جوزو ربي يحفظكم يا ولادي. يا ربي ما حبش يخلص هالطريق. اسمح لي خويا. وش بيك راكي مليحة؟ راني مليحة. انتي يا روحي ريحي هنا. عزيز لا لا صحيت. لا لا ريحي اختي، سراقين بزاف بالزيادة هنا. علي منك تهدر هكا؟ ايه خلاص ما رانيش حابه نقعد. خير ما تقعدي واقفة ريحي دوكا. اسمع الطفلة ما حبش تقعد، وش دخلك دوكا؟ ما تدخلش روحك. خلاص سكتو خلونا نسوقو تروكيل. عزيز وش دخلك؟ ريح في مكانك. إليف دوكا صح مركتها. يو وعلاش راك تطبع؟ بعد عزيز حبسو خلاص. واش راك حاب؟ يو اطلقني. بعدو عزيز اطلقوا بعدكم. والله ما تحشموش. صح ما تحشموش نتوما. حبطوها خلاص نحشمان احيا. هذا كاع سبتك انتي. روحي شوفي خطيبك واش راه يدير. الغلطه ديالي كي درت فيك مزيه. وانت شكون طلب منك حاجه سي محمد؟ ما تدخلش روحك. اتعلم كي تكون معاك طفله ما تحبش يا الجايح، فهمت؟ جيب لي ربي انت اللي كنت تتبلى في البنات. ما تحشمش ماشي مربي. شكون اللي ماشي متربي؟ خلاص دوكا. عزيز راك فرحان بهاد السينما. اف هيا نروحو منا خلاص. تاكسي راح تخلصها غالية. دير واش تحب. عزيز خلاص. يا ربي نحاسبك على هاد الشي. وانا راني نستنى فيك. ما راحش نجوزها لك. إليف وش بيك؟ قلت لك ما تدخلش روحك فيا. واش تما حبيتيني نقعد نشوف فيه؟ لو كان سكت وما هدرتش معاه عجباتك تبهدلها هذه قدام الناس هدر. إليف انا كنت نحمي عليك، هذا ما كان. افهم وانا ما نزحك حتى واحد يحميني، وما كان له تلحقني جيب هادو نديهم وحدي. شتي الكلب اللي معاها؟ نهار كامل هو لاصق فيها.
ايه انا نعرف هاد الوجوه مليح، هادو ما يسواوش كاع. الخدمه تاعهم يتمسخروا بالبنات، يقابروا البنات هادوك اللي يجوا متشره ويجوزوا بهم الوقت. ما تقلقش روحك، ما راح يصالها والو هاد الطفله. السيد هو اللي راح يطيح في الفخه ديالها. علاش راكي تقولي هكذا؟ عيني هكا يبرقوا من الفرحه، ما كنتش تشوفيها مع الاول تاع روحها ما راهيش حابه، ومن بعد تم تبدات البطاقات من عنده. عيني عينك راهي حابه تصيد السيد، وانت ما شتهاش كيفاش كانت لاصقه فيه. اه كيفاش هذا؟ حبيتي تقولي بيناتهم حاجه؟ ايه صباح الخير عزيز، بين يا شرع الله باللي بيناتهم قصه وانت مازال ما فهمتش. على هادي ما تجيش تدخل روحك تشوفهم، القاضي وراضي وانت واش دخلك؟ كيفاش خليتيها تروح تشوف ابراهيم؟ ها؟ وعلاش قلت لك روحي معها؟ راك حاسب كانت راح تسمع لي يعني؟ درك تكون رانا حكيت له كل شيء، وسي خونا يكون عارف باللي كانت بالجوف. وإذا قاعد يتبع في هذه الحكاية قاع راح نباصو، وهذه قاع بسبتك أنتي، بسبتك أنتي وحدك. جربت نخوفها واش نزيد ندير كتر؟ حبيتني نقطع على سنة. واش قلتي؟ أنتي واش قلتي؟ واش راك دير؟ لا لا أنتي اللي واش راكي ديري رانا؟ في عدمة فرحك إبراهيم دخل الحبس، رحت لعنده وعطيتي له فرصة. أنا ما مديت فرصة لحتى واحد، فهمت؟ مرت خويا راكي مليحة؟ أنتي حكيتي له كلش. بصح أنتوما واش بيكم؟ غير تعسوا فيا ها؟ وتحوسوا برك على إبراهيم واش قتلو واش ما قتلوش ها؟ على جال هادي راك تخنق في مرتك، قول. رانا حبيت نفهم، بعد هاد السنين رجعتي حصلتينا مع هاد الراجل؟ ما تقلقش روحك خويا، ما رانيش بهلوله لهاد الدرجه. انا ما حكيت والو لابراهيم، ما على بالوش باللي كنت بالجوف وباللي بنتي ماتت. انا رحت برك باش نحطوه في حدو هو وهذيك بنت الدشره هذيك. بصح اللي ما قدرتش نفهمو، انتم علاش راكم قلقين وخايفين هكا كاع؟ وشنو هي الحاجه اللي راهي مخوفتكم واللي خلاتك تخنق مرتك؟ انا ما راني فاهمه والو، مادام رانا قالت بلي ما عندهاش طفله ومرت خوها هداتو ما يزيدش يفتح هاد الموضوع. انا جابلي ربي كاين سر كبير راه مخبيه. بالك عندهم طفله واحد ما على بالو بهذا الشيء، وبالك بعدتها على هنا باش عمو ابراهيم ما يشوفهاش، وحتى هي غير ما ولات من الخارج. ما شكيتش لو كان جات عندها طفله لو كان ما ظلمتناش في هاد الجامعه. وكانت حطت بنتها في بلاسترا وقتاش برك يطلع النهار ونروحوا عند هذيك المراه. بصح ما قلتي ليش واش تكون المراه هذيك المدام رانا؟ كانت خدامه في الدار، وعم ابراهيم قال تكون على بالها بواش صرا. والله غراني متحمسه. خمي بالك نصيبوا بنت عم ابراهيم اللي ما على بالوش بلي راهي عايشه. حتى لو كان ما نصيبوهاش بالك نقدروا نعرفوا الحقيقه. رانا يا بنتي يا عزيزتي، نوعدك راح نرجعك انتي وابراهيم يصرى وش يصرى في هالدنيا. ما نقدرش نرجع لي عماد اللور، ان شاء الله برك انتو ما تسامحوني. يا بنتي يا بنتي واش راكي ولات الطفله الاقامه كاش محكات؟ واش راحوا يديروا عند ابراهيم؟ سمعت مدام رانا بهدلتهم للزوج. وقولي لي واش صرا في حكايه بنتهم؟ بصح راهي نكرت كلش وقالت ما كاش منها، وابراهيم طلب من ايليف تروح تحوس. كيفاش؟ عطالها العنوان تاع واحد المراه وقال لها تروح تعرف الصح من عندها، وهكا شويه راهي رايحه ايليف عندها. وشكون هاد المراه؟ هي كانت تخدم في دار ضابط قدرت من قبل. معليش صحه ردي بالك مليح 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 مليح.
نقدر نهضر معاك. واش حبيتي؟ وانا كيفاش نعرف باللي رانا ما قتلوا والو؟ قول قدرت. خفت سيدي يكون عارف باللي ولدت. انا قلت نروح ونخوفه، ايه ونخليه ما يزيدش يغلط معانا. قولي والله بصح بهذا الشطاره ولينا حنا اللي خايفين، ودرك ابراهيم راح يتبع هاد الحكايه، ودرك راح يحوس يفهم اذا عنده صح طفله. تي دائما تغلطي دائما. صح روحي دركا ومن بعد نهضروا، وردي بالك نزاره هو جاي. صباح الخير. صباح النور، مرحبا بك. يسلمك. صباح الخير حضارات. صباح الخير. على بالي حضارات ما جيتش في الوقت المناسب، بصح صرات حاجة مهمة ولازم تعرفها. واش صرا؟ كيما على بالك ما عندناش بزاف حطينا الطفلة في الإقامة باش تجيب لنا المعلومات. على بالي الطفلة قالت لي اليوم حاجة مهمة سمعتها لتما. هذاك إبراهيم طلب من البنات يروحوا لعند واحد المرأة، وأنا حوست نعرف شكون هاد المرأة، وطلب منهم يجيبوا معلومات تخص أختك مادام رانا. شكون هاد المرأة؟ قالت لي كانت تخدم عندكم بكري في الدار. لطيفة هكذا. من على بالك بهاد الحكاية؟ أها. دوك أنا نخلي الطفلة تتبعها مليح. لا لا بكله تبعهم وتجيبنا المعلومات. وقيل ما فهمتش واش قلت لك دركا. قلت لك مكله تبعهم، تعطيتني المعلومات خلاصت مهمتك تقدر تروح. ما كاش مشكل حضارات، ما تأمرني بوالو اليوم قبل ما نروح. خلاص قع على خير حضارات. عرفتها بلي كاينه طفله في النص، بصح وين راهي هذه الطفله؟ هاد الحكايه بدات تحلم. حبت صيد السيد، وانت ما شتهاش كيفاش كانت لاصقه فيه. اه كيفاش هذا؟ حبيتي تقولي بيناتهم حاجه؟ ايه صباح الخير عزيز، بين يا شاء الله باللي بيناتهم قصه. إليف، إليف وش كاين؟ وش حبيت تاني؟ ما تخافيش ما رحش نقلقك، نسقسيك ونروح. انت ماشي غدوة الخطبة ديالك، وش رح تسقسيني؟ تصمنتي على بالك؟ يلا سقسيني وخليني نروح. هذاك السيد يكون خطيبك؟ شكون هذا؟ ضياء. إليف على بالها شكون؟ وش راك جاي تحاسبني؟ اسمعي راح نسقسيك ونروح، وما نزيدش كاع نقلقك. ماشي انتي راكي حابه تتهني مني؟ اذا هذاك خطيبك ما تزيديش كاع تشوفيني، واذا انتي حابه تتهني مني هذه اخر مره تشوفيني. هذاك خطيبك؟ سهيلة خلينا نروحو. ما تشوفيش فيه، هيا نروحو. كان على بالي. ما رانيش كاع مليحة، وين نروحو؟ تخرج لنا هذيك الطفلة. تخيلي حتى في البسكي طلعنا فيه لقيت هذيك الكافية قدامي. لا لا ماشي لهاد الدرجة. وهذا كان معاها.
هذا من هذوك الجماعة خدمتو يلم التوقيعات مرميطة وصاب تغطاها. كاش النهار نقتلها راني حكمة روحي بالسيف. سيهان بلا قلب برك ماشي وقت المشاكل ما تغلطيش. عندك الحق ما قدرش نتحمل لازم نديرها كش حاجة. صبري شوية خليه قبل يدير لك الخاتم ومن بعد ديري فيه واش راكي حابة. راني نخمم في واحد العفسة دوك تشوفي لعبة اللي نديرها لها. ان شاء الله تكون مازالها ساكنه في دارها القديمه وما تكونش رحلت. اذا ما لقيناهاش نسكسو جيرانها كاين اللي يعرفها ان شاء الله. انتي وش جابك لهنايا؟ حاجة لطيفة لازم نهدرو شوية. وش بيك راكي مليحة شوية؟ ما رانيش مليحة روحي. لازم نهدرو شوية الموضوع متعلق برانا وبنتها. ايه راكم طولتو انتي رانا دوك تعرف كل شي. الحاجة لطيفة الحاجة لطيفة وش راكي تقولي؟ الحاجة لطيفة ما تمسينيش. جاكش واحد لهنا حكيتي لكش واحد الحقيقة احضري معايا. حاجة لطيفة هذه هي الحومة. شحال رقم الدار؟ رقم 12 جاب لي ربيع وغير هنا برك. هاوليك بسم الله الرحمن الرحيم. ريحي هنا. الله لا تربحكم وش جابكم. بعدين لا لا ريحي هنا ما تروحيش تفتحي الباب. اي اي حاجة لطيفة الحاجة لطيفة والله ماشي قصدي ندير لك هكذا سمحي لي بزاف. حرام عليك. بالك ما كاشها انتو ما جيتوا عند الحاجة لطيفة؟ ايه تسكن هنا. لا لا ايه صح تسكن هنا. ما على بالك شوين تكون راحت؟ تكون في الدار. رانا نذق تقوم بصح ما رايش تفتح. والله انا تانيك بديت نتقلق عليها. أسنى وأنا عندي المفاتح دوك نجي. قولي لي وين راه الدواء اللي تشربيه؟ هذا هو. قولي لي وين راه نجيبهولك؟ راكم رايحين تندموا بزاف ولا غير راح تخلصوها كاع على واش درتوا في هالدنيا. ماشي وقت هاد الهضره. واش مدوان مدلك يا خاه؟ مازالهم هنايا. حاجة لطيفة ما
مسكينة الحاجة لطيفة، بعيد الشر عليكم، عندها سرطان. الخوف لو كانت سرعته وراي وحدها. الحاجة لطيفة، الحاجة لطيفة، الحاجة لطيفة، اجروا يا ناس، المرأة راح تموت. يا خا واش صرا لها الحاجة لطيفة؟ أنا جيت نطلع عليها، كانت مليحة بصح داخت وما على باليش واش صرا لها، ما راهيش تنفس، ما على باليش واش ندير. اصبري راجلي راهو في الدار، دوك يجيب طوموبيل ونديوها للسبيطار. انتوما واش راكو ديروا هنايا؟ نهار كامل انتوما تدوروا مورانا، يلا روحوا منا. عمي ابراهيم هو اللي بعثنا لهنايا. ابراهيم، ابراهيم لازم يعرف كلش، كلش. روحوا منا يلا. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. واش صرا لها؟ غير بالعقل، جبتي البطاقة الشفاء ديالها؟ ايه راهي معايا، بالك على راسها. انتي روحي ركبي منتي يعني مليك. يلا زربي، روحوا انتوما وانا دوك نتبعكم للسبيطار. زربوا. ماشي رايحة للسبيطار؟ هكذا خير، يلا نروحوا بالكش ما تهضرنا واش صرا. صح عندك الحق. كيفاش حصلت روحي في مصيبة كيما هادي؟ ما رانيش مأمنة، وين لحقنا؟ حاجة لطيفة، الفيديو ديالك راه واجد، جديه ولا نجيبولك للدار؟ الو، انا نكون حاجة لطيفة ودوك ديناها للسبيطار. معليش نجوز انا ندير الفيديو، مدلي برك العنوان. معليش. من فضلكم خلونا وحدنا باش نقدروا نديروا خدمتنا. يلا انتي، انتي ياي ارواحي راهي تحوس عليا، راهي تعيط لي. ياي ارواحي راهي حابه تقولي حاجه، من فضلك دقيقه. روحي ما تبطيش برك، بعتني عمي ابراهيم لعندك هدري. ارواحي بنتي، هاكي هاد الورقه، هديها ولحقي الامانه. وشنو هادي؟ خلاص وقتك، اخرجي. اليوم عيد ميلادك، لو كان راكي حيه، لو كان راهو عندك 19 سنه دوكا. بصح قبل ما نشوفك ونحطك بين يدي دفنوك تحت التراب، واحد ما على باله. وخبيت باللي كنت بالجوف بيك، هذا كاع بسبت باباك. يعني لو كان ما خلاناش وراح، لو كان دوك راني نفتخر بك يا بنتي. ما تهبلينيش، قولي لي وين راهي، اهدري. داوها للسبيطار، وبالك تكون ماتت. صح حكيت، كاش واحد شاف الفيديو من غير احنا؟ لا معناتها ما كان حتى واحد شافوه غير احنا، وهي ما هضرت مع حتى واحد. ها عزيز، شفتو مقبل جال هذيك المحجبه وحط بريه في كتابها بلا ما تشوفو. شك تهضري عزيز، ما يديرش هكذا. والله العظيم راني نقول لك شفتو بعيني. طريق عيات وفاقت، قالت للخوف ما راني صدق.
إلي إلي. الصبري والقدرك شدي، ما تدري الخير من جاي، تحلى لك ليام وتصفى لغيام. يا من اسمعك صبرت، آه قسمة لمحان، خليها ليك تحكي الملام.